يا عرابي، إذا كان الحسم إن كان بالنار على المقاومة وعلى المدنيين بالنسبة لإسرائيل هو أمر مفروغ منه، فأيضا المقاومة يبدو بأنها حسمت أمرها بأنها تريد التصدي لذلك، وأيضا يبدو بأن المدني لم يغادر حتى الآن بالرغم من كل هذا الصب الناري والكثافة في عمليات القتل والهدم الممارسة. هل باستطاعة الفلسطيني الاستمرار، إن كان المقاومة وإن كان المدني الساكن في الشمال، ويعني يمارس عليه ما يمارس؟ صحيح، الحقيقة أن هذا هو السؤال الأصعب الذي يطرح في هذه الحرب منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة. الآن هل أمام المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة خيار آخر؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نجيب به على السؤال الذي تتفضلي بالإشارة إليه. ليس هناك من خيار آخر أمام المقاومة الفلسطينية سوى الصبر والصمود والتصدي للاحتلال الإسرائيلي والمراهنة على الإرادة والقتال حتى النفس الأخير والقتال حتى اللحظة الأخيرة، أو لعدة أسباب. أولا لأن القضية ليست هي قضية حركة حماس والتخلص من حركة حماس وتنظيم حركة حماس وكتائب المقاومة عموما داخل قطاع غزة. القضية هي تكريس المشروع الاستيطاني الصهيوني الاستعماري. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحقق إنجازا عسكريا كاسحا داخل قطاع غزة، يبني عليه إنجازا سياسيا لا يحتمل الالتباس، بحيث يعيد صياغة المشروع الصهيوني وتكريسه من جديد في هذه المنطقة في فلسطين تحديدا، ثم الانطلاق من ذلك للهيمنة على كل هذه المنطقة. وبالتالي ليس هناك من خيار، لأن القضية ليست خطر على حركة حماس بوصفها تنظيم، ولكن القضية هذه الهجمة الشرسة للاحتلال الإسرائيلي هي خطر على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية، وقدر هذه المقاومة داخل قطاع غزة أنها هي التي تتصدى لذلك، وقدر الشعب الفلسطيني الصابر المظلوم المحاصر المجوع الذي تجري عليه عمليات الإبادة والهدم، ولا سيما في شمالي قطاع غزة ولا سيما في منطقة مخيم جباليا، أن يكون هو الذي يدفع هذا الثمن الفادح والثمن الباهظ في هذه اللحظة التاريخية. وبالتالي هذه هي القضية الأولى بالنسبة للمقاومة، هذا هو خيارها، هي تعلم تماما أنها تمارس هذا الخيار في ظرف شبه مستحيل. إذا كانت المقاومة داخل قطاع غزة عموما محاصرة والشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة عموما ملاحق بالنار وملاحق بالتجويع، فهذا الحصار أكبر في شمالي قطاع غزة وأكبر وأكبر في منطقة جباليا على وجه التحديد. ولكن أيضا في المقابل بالرغم من هذا الظرف المستحيل، أشار الدكتور مهند قبل قليل أن هذه هي الهجمة الرابعة على منطقة جباليا على وجه التحديد في شمالي قطاع غزة، وأيضا في ظل هذا الحصار المركب والمعقد على الفلسطينيين هناك. ولكن بالرغم من كل ذلك، نحن نرى هذه الإرادة ونرى هذه العزيمة ونرى هذا الإصرار ونرى هذه القدرة على الاقتصاد في الاحتفاظ بالذخائر، لأننا نتحدث عن مقاومة ليس لها خطوط إمداد، ونرى مقاومة قادرة على التكيف وقادرة على مواجهة مثل هذه الحملة بهذا القدر من التنسيق والتربيط والتنظيم بين مختلف المقاتلين الموجودين داخل هذه المنطقة. نعم بالتأكيد نحن إزاء صورة حقيقة مركبة ومعقدة ومتقابلة، هناك صورة بسالة وصورة صمود وصورة قتال، قتال أسطوري في الحقيقة، يعني قتال مذهل الذي يجري في شمالي قطاع غزة، ولكن أيضا هناك صورة مأساة، يعني لا يمكن أن نتنكر لهذه المأساة. بالتأكيد السؤال عن المدنيين وقدرة المدنيين وملاحقة هؤلاء الناس بالجوع وبالدمار وبالقتل وبالنار طوال الفترة الماضية هو أمر ثقيل جدا، هو الأمر الأصعب، هو الأمر الأثقل، هو الخسارة الأكبر بالنسبة للفلسطينيين. هؤلاء الناس الحقيقة احتملوا ما لا يمكن أن تحتمله الجبال بطبيعة الحال. ومن ثم يجب أن ننتقل بالسؤال إلى أطراف أخرى في الحقيقة. هذا الذي يفعله الشعب الفلسطيني، هذا قدره وهذا قدر هذه المقاومة وهذا قدر الفلسطينيين داخل قطاع غزة، لكن هناك أسئلة كثيرة مطروحة على جهات كثيرة. يعني كيف يترك الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وكيف تترك هذه المقاومة وحدها تقاتل في هذا الظرف المستحيل، وتترك يد الاحتلال الإسرائيلي تلاحق المدنيين تلاحق الآمنين في بيوتهم بالجوع وبالقتل وبالنار؟ وهناك مركبات أخرى داخل الشعب الفلسطيني ينبغي أن تجيب على سؤال من هذا النوع، ينبغي أن تقوم بدورها التاريخي، لأن واهم من يعتقد أن هذه قضية قطاع غزة وأن هذه قضية حركة حماس، هذه قضية كل الشعب الفلسطيني. هناك أسئلة حقيقية ينبغي أن تطرح أيضا على مستوى الإقليم العربي، يعني هناك سؤال جوهري، لماذا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الإسرائيلي وتمد بكل أسباب القدرة على الاستمرار في الحرب حتى هذه اللحظة؟ لولا الذخائر الأمريكية لما كان الاحتلال الإسرائيلي يعود إلى جباليا في المرة الرابعة، ورولا الغطاء الأمريكي السياسي والدبلوماسي والإعلامي والدعائي ما استطاع الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر في عمليات الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة. هناك أسباب سياسية واستراتيجية وثقافية تجمع الولايات المتحدة بالكيان الإسرائيلي، ألا توجد أسباب إنسانية وأخلاقية وعروبية ودينية وأيضا استراتيجية ومصلحية وسياسية تجمع هذه المنطقة بالشعب الفلسطيني وبالفلسطينيين داخل قطاع غزة؟ وبالتالي المقاومة الفلسطينية هذا قدرها وهذا خيارها، ولا تستطيع في الحقيقة أن تتنازل ولا أن تلقي
الراية البيضاء. لو سلمنا جدلا لو سلمنا بالنظر فقط إلى محض موازين القوة وإطلاق يد الإسرائيلي، أن الإسرائيلي منتصر فلينتصر، وهذه المقاومة تقف على أقدامها ولا تلك الراية البيضاء. ولكن في الحقيقة التوجيه إصبع الاتهام والإدانة هو لكل من ينظر لما يجري للفلسطينيين داخل قطاع غزة في هذه المشهدية المركبة من البطولة من جهة ومن المأساة من جهة، ولا يحرك ساكنا لمساعدة هؤلاء الناس ولإسنادهم ولكف يد الاحتلال الإسرائيلي. فيديو القسام الأخير ماذا يقول لنا عن دلالة هذه العملية من حيث الكيفية ومن حيث التوقيت وكذلك من حيث الظروف؟ اليوم الشعب الفلسطيني في غزة عم يعطينا أكثر من رسالة، والشعب الفلسطيني إجمالا حتى بالشتات عم يحاول أيضا يوصلنا بعض الرسائل، أنه 76 سنة من معاناة الشعب الفلسطيني لم تفقدوا العزيمة، وكل جرائم الاحتلال وجيش الاحتلال إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية لن تؤدي إلى وقف منادات الشعب الفلسطيني ومحاولاته بفرض سيادته على دولته وعلى الحل لهذا الشعب المشتت. العملية التي تمت في مخيم جباليا تؤكد مرة ثانية أولاً أنه هاي الملعب ملعب الفلسطينيين، مسرح الأعمال القتالية هذا للفصائل وللناس الشباب اللي موجودين وقادرين على التحكم وعلى جهل جيش الاحتلال. أيضا يؤكد على العزيمة وإرادة القتال وعلى قدرة هذا الشعب على المقاومة وعلى الدفاع عن أرضه وحقه ودفاع عن شعبه حتى اللحظة الأخيرة. رسالة أيضا اللي أعطاها الكمين في غرب مخيم جباليا، كلنا بنعرف أن هناك أخطاء بشرية، هناك أخطاء مصنعية. في العلم العسكري من 10 إلى 15% من الذخائر المستخدمة بكل أنواع الوسائط إن كان طيران أو مدفعية أو دبابات قد لا تنفجر، وهذا يشكل رافض أيضا للشباب الفلسطيني من أجل عملية الرد. استخدام صاروخ إسرائيلي لم ينفجر تحت عنوان بضاعتكم ردت إليكم أيضا تزيد من الإحباط المعنوي لجيش الاحتلال بأن تلك العملية نفذت بذخائر إسرائيلية. إذن مرة أخرى الشعب الفلسطيني يبدع في عملية مواجهة جيش الاحتلال. نفذت بذخائر إسرائيلية ونفذتها كتيبة بجباليا في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل بأنها فككت هذه الكتيبة. قدرة هذه الكتيبة على يعني على مثل هذه الكمائن، وعلى الرغم من استحضار إسرائيل كل القوات وحصارها لجباليا، كيف يمكن أن نفهم هذا البعد؟